سارة رمت نفسها من فوق العمارة وانتحرت. عارفين ليه سارة انتحرت وضيعت نفسها؟ تعالوا نشوف الحكاية للنهاية ونتعرف على قصة سارة وسبب انتحارها. لكن قبل ما نبدأ بفكر حضراتكم تسعدونا بالاشتراك في القناة والإعجاب والضغط على زر الجرس. أختي سارة بتحكي وبتقول: في يوم من الأيام والجو هادي جدا وكل حاجة في سكون تام، فجأة سمعنا صوت خبطة شديدة جدا وعنيفة. قلوبنا اتهزت من الخوف والخضة، وكلها لحظات وبدأنا نسمع صراخ شديد علشان نلاقي الكارثة اللي نزلت على حياتنا كلها في لحظة واحدة. أختي سارة كانت بتحب شاب جميل ووسيم، كان جارنا من زمان، لدرجة إنها يوميا كانت بتستناه علشان تشوفه وهو راجع بيته. سارة كانت بتعشقه لدرجة الجنون، وامي للأسف ما كانتش بتعترض على اللي اخت بتعمله ولا شايفة ان ده حرام ولا عيب. ومن الغريب ان امي وصلت لدرجة انها زودت علاقتها بالجيران وبقت تزورهم كل يوم، وخلت اخت سارة تتعلق بالشاب اكتر واكتر، لدرجة ان اخت سارة بقت تتعمد تظهر قدامهم وقدام سعيد ابنهم من فترة للتانية. وسعيد هو الشاب اللي اختي كانت بتحبه وتعشقه. لكن المشكلة ان سعيد عمره ما حب سارة ابدا ولا تعلق بيها، وكان واضح جدا ان امه هي اللي كانت عاوزة تغصب عليه في الجوازة. لكن هو في يوم من الايام علّى صوته على امه وقال لها ان ده جواز مش لعب. ولكن بعد كام يوم سمعنا صوت زغاريط بصوت عالي من شقة سعيد، وكانت خالته هي اللي بتزغرط، والخبر المشؤوم وصل لنا ان سعيد خطب بنت خالته. انا يومها شفت في عيون اختي نظرة رهيبة جدا، وكأنها عجزت 20 سنة مرة واحدة وقفلت على نفسها باب اوضتها. ومن يومها امتنعت عن كل حاجة وكأنها بتموت كل يوم، لأنها فعلا كانت متعلقة جدا بسعيد بطريقة غريبة وعجيبة. وامي كمان اتحولت مع جيراننا 180 درجة، وبقت تأذيهم بكلام مؤذي ومش كويس كل يوم. واستمر الحال لدرجة سيئة جدا خلتني أكره العيشة كلها، لحد ما جيه يوم حنة سعيد. أخت سارة وشها كان أسود ومخيف، وكانت قاعدة في الصالة زي المجنونة، لدرجة إن أنا خفت إنها تعمل في نفسها حاجة. وفي يوم فرح سعيد أختي اختفت من الشقة كلها. اتصلنا بها كتير جدا بس ما كانتش بترد علينا. حاولت أطمن نفسي إنها بتحاول تهرب من الحزن، وفعلا اتجوز سعيد وأختي رجعت البيت، وأنا قلت خلاص كل حاجة رجعت تاني لأصلها. بس يومها بدأ الكابوس الكبير، وهو ان سعيد اتجوز في الشقة اللي فوقنا على طول.
وبعد كم يوم بدأنا نلاحظ حركة مش طبيعية في شقة سعيد. كل يوم صراخ وبكاء ودكاترة داخلة ودكاترة خارجة عند سعيد. مشاكل كتيرة جدا بينه وبين عروسته وضرب وفضايح طول اليوم، لدرجة اننا بقينا نصحى كل يوم على الصراخ والضرب. بيضرب مراته كل ساعة. استمر الحال على كده من سيء لأسوأ، لدرجة ان السكان زهقوا من مشاكلهم وإزعاجهم. وفي يوم خرج الجيران كلهم على صوت صراخ رهيب. يا ترى ايه اللي حصل؟ بنت سعيد وقعت من مكان عالي وماتت. وكانت ليلة رهيبة وعجيبة. ووصل الأمر إن سعيد طلق مراته ودفن بنته، وحياته كلها تخربت واتلخبطت. سعيد بقى عامل زي الميت بالظبط، لدرجة إن أنا سمعت أم سعيد وهي بتقول ورفع رأسها للسماء وبتدعي: يا رب انتقم من اللي كان سبب في خراب بيتنا. أخت سارة بتقول: أنا سمعت الكلمة من هنا ورحت في دنيا تانية خالص، وقمت بعدها من النوم الساعة 2 بالليل علشان أدخل الحمام، بس المفاجأة إن أنا لقيت أختي سارة قاعدة في الحمام بشكل مرعب ومخيف، قاعدة زي التمثال بالظبط. أنا شفتها وعقلي اتشل عن التفكير. والغريب إن أنا لقيت دم نازل من أختي ومغرقها. أنا جريت على أمي بسرعة واتأكدت إن كل اللي أنا شفته كان حقيقي. ولما صرخت أمي جت على طول تجري. أمي اندهشت من منظر أختي وقومتها ومسحت الدم اللي كان نازل منها. أنا بصراحة مش قادرة أنسى منظر أختي ونظرتها الغريبة المخيفة، نظرتها المخيفة جدا. فقلنا لازم نجيب شيخ يشوف أختي ويرقيها ويشوف شقتنا إيه اللي حصل فيها وإيه اللي غير حياتنا كلها كده. لكن الغريب إن أختي لما شافت الشيخ كانت هتقتله، وكانت بتقوم بالليل تصرخ وتستنجد بينا، لحد ما جت أسوأ ليلة في حياتي لما صحينا على صوت خبطة شديدة جدا وصراخ رهيب وكلام كتير قوي جاي من الشارع بتاعنا، لحد ما سمعت الناس بيقولوا البنت سارة رمت نفسها من فوق العمارة. نزلت وانا تايهة وعقلي ضايع، شفت اختي وهي مرمية على الارض والدم مغرقها وميتة. اختي ماتت وانا شبه اتجننت بالظبط. كل حاجة بعد اليوم ده ما بقاش ليها اي طعم. الحياة بقت مملة جدا. لكن اللي انا عرفته بعد كده ان اختي سارة هي اللي عملت سحر لسعيد، هي اللي سحرت سعيد بالموت لانه اتجوز غيرها. وفعلا السحر نجح في هدفه وماتت بنت سعيد، وبيته اتخرب وطلق مراته. بس اللي انا ما كنتش فاهماه اللي حصل لاختي، لحد ما بالصدفة عرفت ان الجن الموكل بالسحر
نجح في مهمته فعلا، بس ما كانش ينفع يمشي بسلام. وكانت أسهل صيدة هي أختي اللي كفرت بربنا سبحانه وتعالى ومشيت في طريق السحر، والسحر لبسها بكل سهولة علشان إيمانها كان ضعيف، فكان لازم تنتحر علشان تهرب من العذاب اللي كانت عايشة فيه. وطبعا ده كله حصل لأن أختي ما كانتش راضية بقدر ربنا سبحانه وتعالى، ما كانتش راضية بقضاء ربنا عز وجل اللي قال كلمته، وهو إن أختي ما كانتش لسعيد ولا سعيد كان لأختي. يا ريت أختي كانت رضيت بقدر الله عز وجل وما سخطتش على قضائه، لكنها حاولت تاخد حاجة مش ليها بطريق السحر والعياذ بالله. يا ريتها كانت تعرف إن الجواز رزق ومكتوب قبل ميلاد كل إنسان، ويا ريتها كانت تعرف إن استحالة إنك تاخد حاجة مش مكتوبة ليك، وإن الرضا في الوقت ده عبادة عظيمة. لكن للأسف اللي بيمشي في طريق الشيطان لازم ده يكون جزاؤه وعقابه في الدنيا.